أهلا بك عزيزي المشاهد. لن تصدق، غضب في السعودية بعد العثور على آبار ارتوازية مكشوفة في عدة مناطق ودعوات للتدخل العاجل. تابع معنا عزيزي المشاهد، ولا تنسى دعمنا بلايك واشتراك بالقناة ليصلك منا كل جديد بإذن الله. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مجموعة فيديوهات لآبار ارتوازية مكشوفة في عدة مناطق بالمملكة، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا خاصة بعد حادثة وفاة الطفل المغربي ريان. ووجه مغردو النداء إلى وزارة الزراعة السعودية وكل مسؤول عن حفر الآبار الارتوازية، مطالبين بعدم السماح لأي شخص بحفر بئر ارتوازية إلا بشروط تمليها عليه الجهة المسؤولة تفاديا للمخاطر الناتجة عنها. وفي وقت سابق دعت وزارة الزراعة والمواطنين والمقيمين للمشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة وتسجيل بلاغ تزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع أو بالاتصال على هاتف الوزارة. وفي سياق متصل جددت الوزارة تحذيرها من خطر الاقتراب من الآبار المهجورة، مؤكدة أنها تولي أهمية قصوى لمعالجة وضع الآبار المهجورة ومنع خطرها على المارة. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة صالح بن دخيل أن الوزارة ردمت 2450 بئرا مهجور حتى الآن في مختلف المناطق بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية. سقوط الطفل المغربي الراحل ريان في البئر يوم الثلاثاء الماضي وبقاؤه لمدة 5 أيام متواصلة حتى تم إخراجه بعد أن فاضت روحه إلى بارئها مساء السبت الماضي جعل العالم بأسره في حالة ترقب وقلق وخوف. ريان ذلك الطفل البريء لطالما عانى من الخوف ما عانى داخل البئر المظلم، وطاله من الفزع ما لم نستطع عليه صبرا إن عايشناه. أعطى لنا دروسا مفادة أن الفطرة الإنسانية والرحمة ليست ميالة إلى الشر والكر، لكنها لوثت بسبب التفرقة والصراعات والحروب التي شهدها ويشهدها العالم. فجميعنا أمضى تلك الأيام يتلهف ويترقب وينتظر ولو خبر صغير يعلن عن خروج ريان من البئر المظلم بنجاح ورجوعه إلى حضن والدته والذي سقط فيه بالقرب من منزله بولاية شفشاون شمالي المغرب، وعاش الجميع لحظات سعادة وفرح لم تستمر طويلا أعقبها حسرة وخيبة أمل بعد إعلان الديوان الملكي المغربي عن وفاة الملاك البريء ريان. لا شك أن خبر وفاته نزل كالصاعقة على الجميع، ولا نبخس دور السلطات المغربية والجنود المجهولة من الشعب المغربي على جهودهم المبذولة في محاولة إنقاذ الطفل ريان، والذي ظلوا يعملون لمدة 4 أيام متواصلة دون توقف ودون كلل أو ملل. كلمات الثناء والشكر لا تكفيهم جزاء ما قدموه بكل تفاني وإخلاص. والمؤكد أن الطفل ريان رحمه الله استطاع توحيد قلوب الكثير حول العالم ليحيي شيئا من الإنسانية التي كانت مفقودة، فقصته أشبه بالملحمة الكبرى شارك فيها الجميع بالدعاء والتضرع إلى الله من أجل إنقاذه من غياهب الجب ورده إلى أهله سالما، حيث وجدنا مواقع التواصل الاجتماعي تضج بهاشتاجات التضامن مع ريان، وامتلأت الصفحات والحسابات بالصور والأدعية ورسائل التعاطف معه في محنته، بل لا يكاد يخلو بيتا إلا وبداخله من يتابع ويدعو بلهفة لفك كرب الطفل البريء في مشهد غير مسبوق ومليء بالترابط والإيخاء. لكن لا اعتراض على حكم الله، فقد فاضت روحه قبل أن يخرج جسده من البئر لحكمة لا يعلمها إلا رب العالمين. خالص عزاءنا ومواساتنا إلى والد ووالدة والشعب المغربي والعربي والعالم أجمع في وفاة شهيد البئر ريان.